يختزل المشهد ما يختلج النفس من عواطف تتكامل فيها الأرض والبحر والسماء والإنسان. هنا الركن القصي من جغرافيا الوطن العصي على الانتزاع، فلا الأرض أبت ولا الإنسان هان. نحو شواطئ الوطن كان المسير جنوبا إلى نقطة محددة مدفوعة برغبة شعبية حاملة امتثالا لمقتضيات العصر اسم المجتمع المدني نحو القرقرات. وبالعودة قليلا إلى الوراء، لابد من وضع الخطة في سياقها السياسي. فالجبهة الشعبية للتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب قبل 4 سنوات كانت قد وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته على الأرض، بعيدا عن الآليات الكلاسيكية التي يدير بها مجلس الأمن الدولي قضايا العالم داخل أروقة الأمم المتحدة. رسالة يبدو أنها لن تجد الآذان الصاغية المطلعة على قدرة الشعب الصحراوي. إما لمواجهة المحتل ورفع التحدي وعدم قبول والله التسامح مع أي فرصة تصعيد ليحاول لعد ولا نعدل هنا، يكون نعود حاضرين وواجدين ونملوا رأينا ونملوا وجهة نظرنا ونفرضوا إرادة شعبنا ونفرضوا على المحتل لأنه يراجع حساباته، عليه أن يراجع حساباته. هذا ما هو ربه اللي يعرف، هذا جيش من الرجال المضحين بالنسبة لهم، باعوا المولانا وباعوا الوطن أرواحهم. إذا البيعة ما هم متراجعين فيها، البيعة لا واحدة والعهد لا واحد، وقطعا على هذه المناطق اللي تراحوا فيها قط لا في سنوات غابرة اشتشهدوا فيها رجال وضحوا بدم وبارواحهم دفاعا عن حرمة الوطن. المهمة ما زالت على عواتقنا، ماصلينها، ما لنا نادمين. وبالنسبة لنا العدو يجب وعليه وعلى المجتمع الدولي أن يراجع حساباته. الإنسان الصحراوي بالخيانة في ثقته التي وضعها في الأمم المتحدة، فكانت الحركة على الأرض على الأقل لأخذ الدمير العالمي الغافل أكثر من ضرورة. موازاة مع ذلك، قدم المواطنون الصحراويون في مختلف بلديات الأراضي المحررة رسائل احتجاج إلى ممثلي بعثة المينورسو على طول الأراضي المحررة من الصحراء. وأمام المعطيات الماثلة، رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة يؤكد أن أي مساس بالمعتصمين يعني تلقائيا العودة إلى الكفاح المسلح على الأرض. يتوالد الزخم الإعلامي والسياسي والتضامني مع الخطوة في مختلف تواجدات الجسم الصحراوي. تسارعت وتيرة الأحداث، وعلى ما يبدو فإن الاحتلال المدعوم من فرنسا قلل من قيمة الاعتصام واستخف بقدرة الإنسان الصحراوي وإصراره على الحرية والاستقلال. استمر في استغلال ورقة الأمم المتحدة ونسج تحالفات جديدة يبدو أنها دخلت منعطف صفقة القرن، معمعة اكتملت أو لم تكتمل. انفجرت صبيحة 13 من نوفمبر، حيث بادرت تشكيلات من جيش الاحتلال إلى تخطي جدار الذل والعار المغربي نحو المدنيين العزل المعتصمين سلميا بمنطقة القرقرات. دقائق قليلة امتدت مواسير الرشاشات التابعة لجيش التحرير الشعب الصحراوي مطلقة العنان لنيرانها في وجه المعتدين، مؤمنة انسحاب المعتصمين ومانعة مجزرة جديدة كان الاحتلال المغربي سيعيد بها سيناريو مضريقة. اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، في الساعات الأولى من الفجر، أقدمت دولة الاحتلال المغربي على الإعلان نهائيا عن نسف وقف إطلاق النار، وذلك بإقحامها مجموعة من البلطجية بزي مدني
في هجوم على المدنيين الصحراويين المحتجين سلميا أمام ثقرة القرقرات غير القانونية، وفي نفس الوقت أقدمت على ما هو أخطر بالكثير، وذلك بتجاوز قواتها المسلحة جدار الذل والعار قرب الثقرة. بعد مسير شاق وصلت المجموعة التي دخلت التاريخ من بابه الواسع، فكان التاريخ شاهدا على حضورها وبتزكية من الجماهير في استقبال شعبي مميز. Thank you.
زخم ألقى بظلاله على القضية الوطنية في ميزان السياسة العالمية وأعاد إليها وهجها المعهود. ومصارع الغاصبين.